السيسي يعتمد مشروع الموازنة العامة ويحيلها لمجلس النواب. الأمم المتحدة تعلن استعدادها لتخفيف عقوبات صندوق الثروة السيادي الليبي بمجرد أن تحكم حكومة الوفاق الوطني سيطرتها على مؤسسات الدولة. الرئيس السوداني عمر البشير يبدأ اليوم زيارة إلى إقليم دارفور قبل أيام من الاستفتاء الإداري للإقليم. نشرة العاشرة الإخبارية على شاشة النيل، مرحبا بكم. أهلا بكم لتفاصيل الأخبار. أقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016-2017 بعد إدخال التعديلات التي وجه بها، وتم إرسال المشروعين إلى مجلس النواب. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة وعمرو الجرحي وزير المالية بحضور أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد خلال الاجتماع على أهمية مواصلة تقليص عجز الموازنة العامة للدولة وتطبيق سياسات مالية تستهدف ترشيد الإنفاق الحكومي وخفض الدين العام وتوفير الموارد اللازمة لتأمين احتياجات المواطنين من الأدوية والسلع الغذائية الأساسية لا سيما بالنسبة لمحدودي الدخل. أكد وزير الخارجية سامح شكري أهمية العلاقات المصرية الأمريكية مشيرا إلى إمكانات وقدرات الولايات المتحدة على دعم مسيرة مصر بشكل إيجابي من الناحية الأمنية والاقتصادية. وأضاف شكري في تصريح صحفي بأن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أعرب خلال لقائهما على هامش أعمال قمة الأمن النووي والمنعقدة حاليا في واشنطن عن حرص بلاده على تعزيز الوضع الاقتصادي وخطط التنمية في مصر، وذلك من خلال تشجيع الاستثمارات الأمريكية والدخول في السوق المصري، مضيفا أن اللقاء تطرق أيضا إلى خطط مصر الخاصة بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتزامها الدستوري بحماية حقوق الإنسان والحريات. أعلن مجلس الأمن الدولي أنه مستعد لدراسة تغيير العقوبات المفروضة على صندوق الثروة السيادية الليبي بمجرد إعلان حكومة الوفاق الوطنية سيطرتها على الصندوق والمؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي. في غضون ذلك أعلنت 10 بلديات من مدن الساحل غرب ليبيا تأييدها للحكومة الوفاق الوطني في الوقت الذي بدأت فيه حكومة الوفاق ممارسات مهام عملها من مقرها في قاعدة طرابلس البحرية. بدأت حكومة الوفاق الوطني الليبية محاولة تثبيت سلطتها من مقرها في قاعدة طرابلس البحرية متجنبة الاصطدام مع السلطات التي تسيطر على العاصمة والرافضة لاستقرار الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي في المدينة. واجتمع أعضاء المجلس الرئاسي الليبي 7 من أصل 9، وهم أيضا أعضاء في حكومة الوفاق على رأسهم رئيس المجلس والحكومة فايز السراج، اجتمعوا بشخصيات سياسية في القاعدة في شمال طرابلس دون أن يغادروها. الاجتماع الآن مع عمداء بلدية طرابلس، ثم الاجتماع مع مدراء المصارف التجارية في ليبيا، ثم الاجتماع مع محافظ البنك المركزي، ويليه اجتماع مع المؤسسة الوطنية للسلع التموينية لتوفير الأغذية وتوفير السيولة للبنوك وحل المشاكل اليومية للمواطنين. وكانت قد سادت العاصمة الليبية طرابلس حالة من الهدوء والترقب بعد التوتر الذي أثاره وصول السراج وأعضاء من حكومته، وتخللها إطلاق نار لم تحدد ظروفه وتهديدات توجه بها مسؤولون في حكومة وبرلمان طرابلس غير المعترف بهما إلى السراج داعين إياه إلى مغادرة العاصمة. الاتحاد الأوروبي كان قد فرض عقوبات على رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح، علما بأن البرلمان المذكور لم يصوت على منح الثقة إلى حكومة الوفاق برئاسة السراج، وعلى رئيس برلمان طرابلس غير المعترف به نوري أبو سهمين ورئيس حكومة طرابلس خليفة الغويل اللذين طالبا السراج بمغادرة العاصمة بعد وصوله إليها، علما بأن هذه العقوبات تقضي بحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول داخل الاتحاد. متابعة للشأن الليبي تنضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الدكتورة زينب هارون عضو المؤتمر العام الوطني السابق.
دكتورة زينب، مرحبا بك وتقييمك للوضع الآن بعد أن بدأت حكومة الوفاق الوطني في ممارسة مهام عملها بالإضافة إلى تأييد عدد من المدن الساحلية له. نعم، نحن نعرف أن حكومة السراج اليوم تستقطب دعما داخليا وخارجيا متزايدا، ولكن في البداية أمامها عدة تحديات تهم المواطن والليبيين. أهم حل الخلافات الموجودة داخل المجلس الرئاسي، نحن نعلم أن هناك عضوين من المجلس الرئاسي لم يلتحقا بالمجلس الرئاسي، وهو العضو المرشح عن وزارة الدفاع القطراني، ومعه العضو من الزنتان عمر الأسود، الدكتور عمر الأسود. هذا تحدي لابد للسراج أن يخرج به بسلام. كذلك أمامه تحدي آخر، وهو إعادة تشكيل الحكومة بطريقة ترضي جميع الأطراف وأهمها الأطياف المختلفة داخل البرلمان، ويجب تمرير حكومته من خلال البرلمان، هذا إذا كان حقيقة يريد خلق وفاق حقيقي والعمل على رفع المعاناة عن الليبيين بتفعيل موارد الدولة الإنتاجية من نفط وغاز والاستفادة من الحشد والشارع اللامحدود. الآن نجد أن هناك بلديات تدعم في الشرق وفي الغرب. كذلك أمام التحدي الآخر وهو المهم، أنه هو إنهاء هذه التشكيلات المسلحة. نحن نعرف أن هناك تشكيلات بالأمس يعني تناحرت فيما بينها في مدينة طرابلس، واحدة تدعم والأخرى ضد، ولكن نجد أن في النهاية أنها تشكيلات مسلحة، فعليه إذابتها وإنهاء سطوتها، وذلك بتفعيل مؤسسات الجيش والشرطة. هذه هي حقيقة هي المؤسسات التي سوف تحمي هذه الحكومة. أما بالنسبة للدول الأوروبية والغربية، فأتمنى الآن يعني المقولات التي تقول أنها ستساعد، الآن تعلن فرنسا بأنها ستساعد عسكريا والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن، ولكن للأسف من 5 سنوات لم نجد لا اتحاد أوروبي ولا مجلس أمن ولا حتى فرنسا يقدم الدعم حقيقي. نعم. هو مجرد كلام. فياريت أن الآن الرئيس الفرنسي الآن يقول سندعم، هم لو دعموا برفع الحظر عن التسليح الجيش الليبي، هذا سيكون في يعني في مصب تكوين الجيش الليبي لكي يدافع على هذه الحكومة، لأن مهما كانت هذه الحكومة من إمكانيات وجود هذه الميليشيات المسلحة وبالكم الهائل من السلاح ووجود داعش، لن تتمكن من أداء شيء إلا لمصلحة الأوروبيين، وهي الآن نراهم أنهم يعني يعملوا على أن مساومة الليبيين وحكومة السراج في أن يرفعوا الحظر على الاستثمارات الخارجية الليبية ومصرف ليبيا المركزي. هذه كلها مساومات ولا ترضى بها، يعني لا نعتبرها أن هي دعم حقيقي لهذه الحكومة بعد 5 سنوات. شكرا جزيلا الدكتورة زينب هارون، عضو المؤتمر الوطني العام السابق. وفي أول تأييد علني في العاصمة الليبية طرابلس، شهدت ساحة الشهداء مظاهرات حاشدة دعما لحكومة الوفاق الوطني، وقد طلب المتظاهرون برحيل خليفة الإغويل رئيس حكومة طرابلس والتي لا يعترف بها المجتمع الدولي. يبدأ الرئيس السوداني عمر حسن البشير اليوم زيارة إلى دارفور تستمر 5 أيام قبل الاستفتاء حول تقسيم الإقليم إلى 5 ولايات أو دمجه في منطقة واحدة. وأعلنت مفوضية الاستفتاء الإداري في دارفور عن قبولها طلبات 59 منظمة أجنبية وسودانية من بينها 7 منظمات دولية لمراقبة عملية الاقتراع في الاستفتاء على خياري الإقليم الواحد أو الولايات، والمقرر انطلاقه في 11 من الشهر الجاري. تراجعت حدة الأزمة السياسية في العراق بعدما قدم رئيس الوزراء إلى البرلمان تشكيلة حكومية من التكنوقراط تضم 16 وزيرا ليس من بينهم الداخلية والدفاع. هذه الخطوة دفعت الزعيم الشيعي مقتدى الصدر إلى إنهاء الاعتصام داخل المنطقة الخضراء المحصنة بالعاصمة بغداد. ولا يتقاطع مع الكتل الأتراكية لرئاسة مجلس النواب والكتل السياسية المناقشة. تغيير شامل للحكومة العراقية باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية، هذا ما أعلنه رئيس الوزراء حيدر العبادي أمام مجلس النواب الذي رفع جلسته إلى السبت المقبل للتصويت على المرشحين التكنوقراط بعد دراسة سيرتهم الذاتية في الكابينة الجديدة. العبادي أعلن أيضا عن تقليص حكومته إلى 18 وزارة،
هذا التطور صنف بالإيجابي وعده البعض ممهدا لتطبيق باقي الإصلاحات التي توعد بها. هذا الحل هو أضاف للشارع العراقي نوع من التهدئة وهدأت نوع من الأسئلة الكثيرة التي كانت تقول ماذا سوف يفعل الجميع. أنا أعتقد أنهم الآن أصبحوا واقعيون تماما بهذه المهلة وبهذا التقليص، وبالتالي نحن ننتظر نتيجة العشرة أيام. الاتفاق السياسي تضمن تحديد مدة شهر لتغيير الهيئة المستقلة وإنهاء العمل بإدارة المناصب بالوكالة وإلغاء ما يقارب 100 درجة خاصة كونها تسبب الترهل بالدولة. من جهة أخرى وصف التيار الصدري هذه الحزمة من الإصلاحات بأنها انتصار للشعب ولوح إلى الاستمرار بملاحقة الفاسدين من خلال التظاهرات. الاعتصامات تمكنت من أن يعني تقلب إلى حد كبير موازين العملية السياسية، وإن كانت يعني هذه العملية السياسية في النهاية ترتكز على دستور وعلى تبادل سلمي للسلطة، الجميع يؤيد هذا الأمر ولا يريد الخروج عنه، ولكنها في النهاية تمكنت من أن تلعب دور في أن تجبر الكتل السياسية على إجراء التغيير الوزاري. وستتولى لجنة تم تشكيلها من جميع الأطراف السياسية لدراسة الأسماء المقدمة من حيدر العبادي لاختيار المناسب منها لشغل المناصب الوزارية في الكابينة الحكومية الجديدة في غضون 10 أيام حددها رئيس البرلمان. بعد أسبوع